فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يصلحون بين الناس يقول إنه يتعب لأجل الإصلاح بين الناس والتوفيق بين المتخاصمين، وقد يسافر لذلك، فهل له أن يأخذ أتعابا على هذا؟ لا، ما يؤخذ في الإصلاح إلا مسألة الغارم لإصلاح، الغارم لإصلاح ذات البين. نعم، وإلا الإصلاح يقصد به الأجر والثواب ولا يؤخذ عليه أجرة. نعم.